بس عايزك بسمع. تتكلم، اسيبك بعد تتكلم اذنك. بس اطلع لزميلنا احمد عصام الناقد الرياضي باليوم السابع يقول لنا ماذا حدث في تمام. المؤتمر الصحفي. يا ابو حميد ازيك يا حبيبي؟ يا كابتن اسلام، تحياتي ليك والثبات في الاستوديو. ربنا يخليك يا ابو حميد. قول لنا ماذا دار في المؤتمر الصحفي خصوصا بعد هذا العرض الرائع والريمونتادا التاريخيه لمنتخبنا الوطني الاولمبي والعوده بثلاث نقاط واداء ولا افضل ولا اروع الحقيقه. الحقيقه الاجواء النهارده كانت مبشره من لحظه دخولنا الاستاد. الجماهير النهارده كانت اكثر من ماتش الافتتاح. المنتخب نفسه الروح عاليه جدا والجماهير تفاعلت معاه بشكل كبير. كابتن شوقي النهارده في المؤتمر كان واقعي، اعترف ان في مشاكل وفي اخطاء، قال ان ده دورنا بقى احنا بعد الماتش هنقعد نراجع الماتش ونتفرج عليه مره واثنين وثلاثه ونعالج الاخطاء دي، خاصه ان الوقت ضيق من دلوقتي وماتش الكاميرون. وكان اتسال الكابتن على انه هيكون في تغييرات في ماتش الكاميرون ولا أيوة. لا، مهمه جدا ده، مجموعه من اللعيبه قال انا هعمل شويه تغييرات بس في نطاق محدود جدا، مش هقدر اريح كل نجومي. قال مثلا عندي عمار حمدي هيكون موقوف فهيكون في بديل ليه، وممكن يكون في تغيير كمان او اثنين مش اكتر، لكن هو مهم بالنسبه له صداره المجموعه علشان يكمل على استاد القاهره، ما يروحش بقى يلعب نص النهائي في استاد السلام ويفضل هنا على ملعبه. ايوه هيبقى واخده على الملعب وحضور جماهيري هيكون اكبر متوقع ان شاء الله. قال ايه على تاخيره النهارده؟ انا سمعت انه قال كان بيصلي ما بين شوطي المباراه. هو كان اتسال برضه على كنت فين يا كابتن، قال له والله انا كنت بصلي بين الشوطين ودخلت. بقول لك ايه يا ابو حميد، هو شاف الجون ولا ما شافوش؟ ما شافوش، هو كان لسه هو داخل لقى الكوره في الشبكه فبيسال ايه اللي حصل. طب بقول لك ايه يا ابو حميد، والنبي يبقى وصل له، قول له بنقول له ما يبقاش يبقى بين الشوطين دايما ينزل متاخر عشان يبان الشكل كده. لا الحقيقه يعني كان ناس كتير على فكره مش كابتن شوقي بس، انت عارف بين الشوطين اللي بيخرج بقى يشرب حاجه او ياكل حاجه او يعمل حاجه يعني. فناس كتيره ما شافتش الجول للاسف، لكن الروح بقى بعد الجول هو حصل شويه دربكه بعديها يعني. كابتن شوقي اتكلم قال حقيقي ان كان في شويه ارتباك بين اللعيبه وخاصه في خط الدفاع، لكن بعد كده الفرقه قدرت تلم نفسها وروحهم العاليه هي كانت كلمه سر النهارده في حسم النتيجه. وقال برضو ان كان عنده اكثر من لاعب النهارده يعني متميزين بشكل كبير جدا، وهم اللي قدروا يصنعوا الفارق مع الفريق زي رمضان وزي احمد ابو الفتوح يعني لما نزل وفتوح بالظبط، وعبد الرحمن مجدي على الجبهه الثانيه. فهو بيشيد النهارده باداء لعيبته وبيعد بمزيد من المباريات القويه في البطوله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد عصام الناقد الرياضي باليوم السابع.